لأول مرة في معرض فروت لوجيستيكا 2024 ينتشر في الجناح المصري مصدر التمور وخاصة المجدول المصري. صحيح صادراتنا لسه ضعيفة من التمور لو قارناها بكم الإنتاج، إلا أن المستقبل في الصادرات الزراعية المصرية للمجدول. وعندنا النهاردة استراتيجية هدفها الوصول بصادرات التمور ومصنعاتها لحوالي 250 مليون دولار خلال 5 سنين. تعالوا نقابل المهندس خالد الهجان رئيس لجنة التمور في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، واللي شارك بقوة في معرض فروت لوجيستيكا 2024، وبالمناسبة هو من أهم منتجي التمور المجدول ومصنعاته الغذائية، وأنتج لأول مرة في العالم عسل المجدول. مهندس خالد الهجان، هرم المجدول، ومش احنا اللي اطلقنا عليك الاسم ده، حضرتك اللي عملت عبوة اجتاحت العالم كله. العالم كله بعارف ان عندنا هرم من اهرامات صناعة المجدول في العالم. كمان المفاجأة السنة دي من الكرتونة دي طلعت المنتجات دي، انت بعد كده تعرض في معرض الصناعات الغذائية ان شاء الله. مش الفريش ان شاء الله. تحكي لنا ايه المنتجات الحلوة دي ورد فعل الناس ايه؟ انت قدامك جناح المغرب اللي هم ابو المجدول. الحمد لله ربنا هدانا، قدرنا نطلع مجدول بجودة عالية، وقدرنا نطلع مجدول للصناعات، وصنعنا منه بعض الحاجات الأفكار كلها اللي هي مبنية على أنه طبيعي 100% ما فيش أي إضافات. فأول حاجة عملنا العسل من المجدول، مش دبس اللي هو ده، اللي هو في المواد عسل من مجدول، هي جديدة. جديدة تماما، يعني أول مرة في العالم، يعني ده عسل صريح من المجدول. عسل صريح من المجدول بتكنولوجيا نسبيا جديدة للاستفادة من أقصى قدرة واستخراج العسل من المجدول للاستخدام العادي. ما شاء الله. دكتور شريف شرباسي إذا عمل معايا شغل جامد فيه، وأنا الحقيقة برضو ساعد. ده أستاذ الأساتذة في النخيل طبعا. صح. فالحقيقة أنتجنا عسل بجودة عالية جدا، وبيستخدم استخدامات كتير جدا الحقيقة. يعني هو مكمل معاك في الصناعات؟ احنا بنكمل، احنا علاقة بالم كير دي احنا شركة، ففي حاجات بنطلعها مع بعضها، منها منها العسل. حاجة تانية ان احنا نطلع عجوة من المجدول 100% مجدول، ما فيش فيها اي اضافات خالص ولا سكريات ولا اي حاجة. وبعدين عملنا من العجوة دي عجوة بتوابل طلعناها، وامتدينا ناخد العجوة دي ان احنا نحولها لأشكال مختلفة. مثلا ابتدت تعمل منها الكور زي دي، محطوط عليها الكوكب جوز الهند، التانية اللي محطوط عليها السمسم، في الشيا سيد. اخبار السوق السنه دي ايه؟ طمنا. انت من القلائل اللي في المانيا بيعرضوا المجدول بالشكل ده وبالحلاوه دي. والله السوق العام لمصر انت تصدير المجدول وتصدير التمر في زياده الحمد لله، وزياده طيبه. بالنسبه لسوق المانيا، احنا كلنا بنبتدي سوق المانيا، فان شاء الله المانيا واوروبا الغربيه الاسواق الصعبه دي كلها ابتدينا فيها وبنحقق فيها إنجازات واحدة واحدة، بس يعني الخطوات ماشية في اتجاه السليم والصحيح إن شاء الله. إحنا أيام قلائل وهيتم الإعلان عن استراتيجية كبيرة جدا لمصر. باختصار كده فهمنا أهميتها إيه وخطتنا فيها إيه. تمام. الاستراتيجية الجديدة دي اللي هي بتنظر لكل سلسلة التوريد متكاملة مع بعض، فبتركز على كل جزء من سلسلة التوريد لوحده وتربطهم كلهم ببعض، فبالتالي بتخلق نوع من التعاون الأكثر والفعال، بتخلق قدرات مختلفة تبان، بتخلق جزء تركيزي على الصناعات المختلفة والاستفادة من كل أنواع التمور، وخصوصا التمور اللي كانت مهدرة خالص دي، وبتزود كمان قدرة مصر على التصدير. هدفنا إيه من الاستراتيجية دي؟ نمرة واحد إن احنا نوصل بتصدير مصر في الخمس سنين اللي جايين ل 250 مليون دولار ونزود بعد كده. الأرقام النهارده بتقول ايه اللي مزعلانا كلنا، اللي خلتنا نقعد ونقول لازم نعمل استراتيجيه جديده؟ احنا بنعمل حوالي 56 مليون دولار. رغم ان احنا اعلى انتاجا في العالم. أيوة. رغم ان احنا بننتج 1,800,000 طن. مزبوط. رغم ان عندنا كم نخله؟ حوالي 18 مليون دلوقتي. يبقى صادرات لا تتناسب ابدا خالص مع الانتاج. بنصدر اقل شويه من 3%، والهدف نوصل ل 15% تصدير فريش و20% تصدير مصنع. اللي حضرتك مقدمه لنا النهارده وده اللي خلاني وقفت وقلنا لازم نتكلم عنه هو جزء من الاستراتيجيه. تمام. اللي هو تصنيع التمور. جزء. صح. مزبوط. كده؟ مظبوط جدا. الدبس والعسل والمصنعات دي والدي التمر وحاجات كتيره جدا ممكن نعملها تخلينا نضاعف صادراتنا مش 5 مرات، ده 10 مرات. هنقدر نعمل ده؟ ان شاء الله نقدر لو اشتغلنا كلنا مع بعض وتعاوننا هنقدر. الحلقه هتتقفل والانتاج هيحصل والتصدير هيحصل والنتائج هتحصل ان شاء الله. طيب خليني اسهرك على تحليل مهم جدا شفته مع حضرتك، اللي هو ده التحليل ده بيتكلم على ثمار المجدول. حضرتك امسكه في ايدك بعد اذنك. اتفضل. وكان بيقول ايه عشان الناس تفهم قيمه الثمره دي وليه مهتمين بيها؟
اول حاجه الحقيقه الثمره دي فيها فوائد عاليه جدا. ده تحليل عملها وزاره الزراعه، ده معمول في بالظبط موضوع معمول. التحليل ده كان الغرض منه تحليل اولا السكريات اللي موجوده في المجدول، واللي هي ثبت فيها فعلا ان السكروز اللي هي اخطر حاجه في السكر بتضر الانسان تقريبا 0%. المجدول الحقيقه فيه امتيازات عاليه في الحلاوه اللي جايه من الجلوكوز والفركتوز العنصرين التانيين بيكملوا السكر، ونقص في السكروز اللي بيضر الانسان وبالتالي بقى مفيد جدا لصحه الانسان. فالحقيقه احنا ده كان احد اسباب يعني ان احنا استخدمنا المجدول في انتاجنا في المزرعه واستخدمناه في التصنيع كمان، فبالتالي وعملناها كلها حاجات طبيعيه 100% ما اضفناش اي حاجه. انا ما اعرفش الناس واخده بالها من دي ولا لا، بس دي بتتكلم باختصار عن تناول حبات المجدول يوميا. مظبوط صح ولا لا؟ 3 حبات يوميا. مظبوط. بتنمي العقل وتنمي المخ وتحمي قلبه. ايه ده؟ دي بقى 7 من اكتر، يعني في اعداد اكبر من كده الحقيقه ثبت في التمور كلها انها بتضيف للانسان اضافات كبيره جدا في كل اجزاء الجسم، منها الجهاز الهضمي، منها الضغط، منها الرؤيه، منها لبعض الابحاث اثبتت انه له تاثير طيب على الالزهايمر، وفي تاثير ابتدى يبان في تجارب الفئران وان شاء الله هيجربوها انسان على شلل الرعاش. فالحقيقه التاثيرات كلها للتمور بقت عاليه جدا لصحه الانسان، وده بيفتح لنا اسواق اكتر وبيفتح لنا مجال اكتر ونقدر نقدم حاجه احنا كويسين فيها ونفيد الناس بيها.